قلت لي تباني في سالفة هم ما شبي ما استوى كلامك هني ما بحد يسمعنا زين ايش هذي السالفة اللي ما تبغى حد يسمعها مشي يا ساعد لا بخبرك ها ايش قلت قلت ساعد يا ثابت لا حد يسمعنا انت كيف عرفت اسمي وعرفت عيب وعقب وعبيد اسكت ايش تبغى الحين هلا مشي معي صوب المرعى وهناك بخبرك يا شباب زين مشي مشي قوم ثور يا ربيع ثور ثور بسم الله 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 شرب 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 بالشفاء بالشفاء ان شاء الله بالشفاء زيد زيد شوي 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 بس شوي 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 بسم الله بسم الله بالعافية إن شاء الله بالعافية 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 مشكور راشد ما قصرت ماشي بس خلوه يرتاح شوي وان شاء الله هالسنه بيعالجها بسرعه زين لا تخافوا عليه ماشي بس انا عذرك الحين احنا بنمشي خيمه الشيخ ناصر شوي طيب توكل على الله شايف خاطرك علينا احسن ما تقصر الله يعطيك العافيه عذرنا حفظ الله ورعاك خلا 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 قم 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 تعال 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 دام الطبيب راشد هني زين تخبره عن حاله غزلان يا بنت الحلال حن على نيه يومها الحين وعلة غزلان لا حجن عليها بأمر الله حمدها شوف كأنها راشد أخويه جايين مشي مشي دخل دخل مشي هين روحت هذي تشوفه مني وهناك بشوف ان شاء الله اشوفه والحين خبرني انت كيف عرفتني اعرفك واعرف ربعك بعد واعرف انكم نهابه وتستحقون قطع ايديكم انت ايش تبغى مني الحين يا شباب منك أبعطيك شوية غوازي دبر من أحوالك مقابل هش مسكي أباك ربيع لي يساعدني سفراتي روحاتي وياياتي بس؟ آها بس لكن أنت لازم تحميني من تعيب وعبيد وعقب وأنت تعرف أنا تاجر فضة وأرحل من مكان لمكان والعيون كلها علي أبشر فالك الطيب واعتبرني من يديك اليمين ليديك اليسار وصدقني ان ما حد استانس يقرب صوبك واني عندك لكن بس متين بنرحل من هالقبيله وانت مستعيل تبغى الصدق مستعيل وليش مستعيل ما عرفني لكن بس حس عمري بروح بتروح بس انا عندي شويه امور في هالقبيله بخلصها وخلاص بنطرق زين ايش هذه الامور خلاص بخبرك بس اهم شيء الحين انك تتم على حالك ولا تخلي حد يشك فيك لكن راشد يعرفني أنا ناقب عهده أخاف أنه لا تخاف من هالشيء
ترى انا بشهد لك انك ثابت واني انا اعرفك من زمان. وان راشد اصر انك ساعد بنقول له انك شبيه له. لكن زعل بيعترف واني روح اصلا بعترف له. لكن ايش رايك اني اروح القبيلة ثانيه وانت من تخلص امورك واشغالك الحق بي وبخاويك مهن لا تبغى. لا 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 يا ساعد، انت لا ترحل. انت ان كنت خايف من راشد انا بخبرك ايش بتسوي. انت بس طرق مسافتي عنا بعيده، وفي الليل انا بيك روحي وبخبرك متين بنرحل. دامك ايه انا بروح الزعل باخذ من عنده قوت والحاف. لا 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 يا ساعد، كي انت بتخلي زعل يحس انك جبان انت بتفر. لكن زعل ما ظنت ياخذ في خاطره. شوف انت روح الحين وانا بخبره بكل شيء، وانا في الليل بيك وبيجيب لك الاكل والحاف، لانك الحين صرت تشتغل معي ومن مالك. وخذ هذه القرشين دبر بين احوالك. تم اتفقنا؟ اتفقنا. روح. هي الفلوس. ها يا راشد، كيف ربيع عساه بخير الحين؟ الحمد لله رب العالمين، اعطيناها شويه دواء وان شاء الله بيتعافى. جزاك الله خير يا راشد. وانت يا خميس؟ نعم. ضفيتوهن اغراضكم؟ نعم ضفيناهن وحملناهن على ابو الشيخ حمد اللي جابهن راشد. عشت عشت يا خميس عشت. انا عندي شور يا شيخ. تفضل يا راشد قول. البوش بنحمل عليهن الاغراض ويهال، الحريم والعرب والكبار منهم بيمشوا، وكل ما لقينا مكان نرتاح فيه بنوخ وبنرتاح. راي سديد يا راشد، راي سديد. علي. نعم. امشي وخبر ربعي كلام كله. ان شاء الله. سعيد. عشت يا علي عشت. ايش هذا يا نورة؟ هذه قربت مي وزاد، ليش تنشت؟ نورة القطة حتى برنوس. أنا ناس تنهن هني. أنت ضامة مي وأكل، وهالقبيلة فيهم المحتايل هن؟ ترى شي عندهم، راشد ياب وأنت وحميد جبتوا وزعتوهن. لكن اللا زايدات يا نورة، من هين ينك؟ تراني أخذت من عند راشد وأخذت من عندكم. لو أنك ما بحرمة كان صبعتك على وجهك، أخذي ووزعين على هالحاجة، يلا. وهات بدي هالك. بدي هالقبيل قبل. زين زين. ايش حالك يا حميد؟ الحال ما تصر، الحال ما تصر يا مانع. بوشي كلها انفقن. ايه يا اخوي حميد، حتى ناقتي انا انفقت من العطش بيوع. حميد بغيت انشدك عن حمدان. هات منشودك يا مانع هات. يقولون البنت الولد عمها، وحمدان ولد اخوه الشيخ ناصر، ورا حمدان لين الحين ما تزوج بنت عمه غزلان. مانع اصلي كنت ما سمعت عن عهد الشيخ ناصر؟ لا ما سمعت عنها. وش السالفه؟ السالفه هي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس. قل اعوذ برب الناس. ملك الناس. ملك الناس. اله الناس. اله الناس. من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس. من الجنة والناس. من الجنة والناس. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. يا محنة خير يا اخوي يا سالم، هشف خاطرك. ابا نشدك عن طشله. هي طشلة أظنتي إنها مروحة ترعى الهوش عن أمها. أنا ما بقصدي هي مكانها، أنا بنشدك عنها. أنت متأكدة إنها؟ هي متأكدة، وإن نويت تخطبها هي موافقة، وما ظنتي أبوها يرفض ود الشيخ حمد. زين أباك تخرفي أمي وتمشي لأمها وتكلمها، وعقب بنمشي أنا وأبويا وبنخطبها. خلاص نويت تعرس؟ انفكت العقدة؟ أنا وأختي في يوم وحدة. أحسن لي أروح أعاون أمي ورع الهوش.
لا تنسي تقولي لأمي. السلام عليكم يا زعم. يا حي الله وسهلا. مرحبا مانع. مرحبا بك. حياك وسهلا مانع. حيك. خير يا مانع؟ ماشي ماشي يا زعل. بس انا مار وشفتك قلت بسلم عليك، ومره بعرض عليك فضه كانت بتشري لحرمتك شيء، وان ما عندك الحين ما عليه بصبر عليك. تبى الصدق يا مانع، الحرمه تستاهل، والحال ما يخفى عليك في هالوقت، غير اني ما احب يكون علي دين الحد. براحتك، غير بنشدك عن ضيفك ثابت ما يشوفه. وين راح ثابت؟ من ساعة مروح عندك ولا الحين مية. أنا كنت عرض عليه الفضة أباه يشتري، وطلع ما عنده غوازي وتعاذرنا. عاذرتك ماشي دوره بالهيش. ماشي لروحي. الحمد لله اني حصلت شغل عند مانع. الحين اقدر من الشغل اني ارد للناس حقوقهم اللي خذيتها منهم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد والشكر. والله كثر من امثالك يا مانع. هذا يساعد هين روح ليكون راشد سوا بشي. لا 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 راشد ما يسويها، لكن هين روح هين مشي. خليني امر على العرشان، يمكن حد عزمه في عريش يتقهوى ولا شي. كلها كمين يوم وبنفتك من كلامك. هيش فيك؟ أشوف العرس خلاك تهربتي. تعلمنا منك يا طشلة المطر. سمعيني، سالم أخويا يبي يخطبك. ها؟ بيخطبني؟ آه يخطبك. معناته إنك سويتيها وخبرتيه؟ لا ما خبرته، هو اللي قال لي إنه يبي يخطبك، واللي صار استوى صدفة. تنبونك ما تقبضي شيء، مرة تخبري. أها قلت لك أني ما جاوبته بشيء، هو اللي قال لي إنه يبي يخطبك. صحيح يا محنة؟ أها صحيح، والحين بمشي لأمي أخليها تروح تخطبك. عودتي ترى ما بقي من المي وايد. أعرف يا ولدي أعرف، مشي حال غير نرحل. بمشي قبيلة الشيخ أحمد ولا غيرت رأيك؟ ما غيرت رأيي يا ولدي، الرأي له. والله اني مشتاق لراشد. قمت استاذ. استاذ اي معه انا. يا حي الله ابو الشيخ احمد. يا مرحبا يا العوده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حي الله بزعل. حياك وسهلا. روحوا استريحوا استريحوا. الله يريح عليك. بسم الله. يا مرحبا بزعل. يا حياك. كيف الحال زعل؟ خير الله يسلمك. عساك طيب. نعم الله يعافيك. يا مرحبا وسهلا. يا راشد عم، إذا ياكم ضيف تحموه ولا لا؟ نحمي الضيف إذا كان مبلص ولا قاطع طريق، وإذا كان القاطع تاب وهو في حماية قبيله. وضح كلامك يا زعل، من هو ضيفك؟ أنا أشك إن ضيف ينقتل من ضيف. ما براشد حمد اللي يقتل في الظلام، راشد حمد يقدم الظالم للحوس في عز النهار. وما دامني بينكم بكلمة للشيخ. كلام اني وصلك ويتخطاك، اني باخذ ابكار ضيفي ولكون قاصر بين العربان. يا وينك يا زعل؟ تتوعد لي ضيفي في مجلسي؟
اشهد الله انها ما استوت ولا بتستوي يا خميس. عم تلحق زعل وتقول له يطلع من قبيله هالحين. ان شاء الله فالك الطيب، ريح امرك انت، برد لك يطلب الشف. اللي يسوي هالسويه يا خميس ما له شيء شاف عندي، اتلحقه وتقول له يطلع. ان شاء الله فالك الطيب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا شيخ احنا ما نعرف ايش السالفه ولا نعرف ليش زعل يا بهالهريه. انا اطلب منك الشف لزعل يا شيخ، وخليني اروح واعرف منه السالفه كلها. لا يا راشد لا، هو اللي يجيك هني ويعتذر منك قدامي وقدام هالقبيله ونقدمه الراعي الحوز. لا حول ولا قوه الا بالله اللي تشوفه يا شيخ. زعل زعل خف يا زعل. يقول لك الشيخ ناصر يدري على التعدل من ضيفه وتوقف للحوز ولا تطلع من قبيله. رد للشيخ وقول له لا بطلع من قبيله ولا بوقف للحوز، والارض هي ما برض الشيخ وحده، ارضك الريان في قبيله وحال ضيفي من حال ضيفه. ولا تعرفه يا خميس ايش الفرق بيننا؟ هذا اخر كلامك؟ نعم ان اخر كلامي. رد للشيخ وقول له اما ياب حقي من ضيفه ولا عرف كيف اجيبه. عذرتك. خلاص وزعت لأهل الحاية. هيك يا باك تحبين الخير لغيرك قبل روحك. تعال ساعديني شو باقي الأغراض. إن شاء الله يا نظر عيني. أعوذ بالله من إبليس اللعين، وش هالبلوى اللي سوت اليوم؟ أظنتي زعل فاقد صوابه. لا تلومي يا شيخ، ساعة ضيفة والضيف في حماية راعي البيت، وزعل يحس إنه مقصر مع الريال وفضيه عنده حق. ولكنك انت مالك ذنب. هذا صحيح، لكن لازم نواجهه ونعرف منه اكثر. يا راشد زعل ما يفهم غير القوه وبس. ما يكسر الحديد الا الحديد يا شيخ. ما نبى دم يسيل بين القبائل. حشاء، ما براشد ولد حمد اللي سيل الدم بين القبائل. ان شاء الله بنواجهه وبنحل هالمصيبه. ابى اطلب منك طلب. تفضل يا شيخ. اباك تجلس عندي في هالمجلس لين نلقى حل لهالسالفه. يا شيخ انا برقد في الخلاء، ما براشد اللي ينضم لما ريال يدوره وطالب منه، وباكر الصبح بعون الله اني معك وشادين ركاب. توكل على الله يا راشد. كل على الله والنعم بالله. يلا صغير في امان الله. حياكم الله، عذرناكم. بالتوفيق في امان الله. الله يحفظكم. نعم اخو الرحمن. يا شيخ اذا تباني اوقف وجهي زعلت راني جادل عليه. نار وشبت يا خميس، وانت تبى تلهب عليها؟ هذا الشيء لا بيرضي زعل ولا بيرضي راشد. زين ايش بنسوي؟ اسمعني يا خميس، ماشي غير تحمونهم اثنينتهم. امشوا انت وعلي من غير ما يحس فيكم راشد، واحموهم ولا تخلوا حد يقرب صوبهم. عودتي خير يا غدير. كم يبالي لما نوصل قبيلة الشيخ حمد؟ يا ولدي 8 ليالي ونهار. وإذا مشينا بسرعة؟ 6 أيام. لكن يا عودتي أنت ما تقدري تمشي بسرعة. هي هي يا غدير تايني كبرت، نشوف من فينا بيمشي أكثر أنا ولا أنت. زين بنشوف. ما نخطف على الهوش ما ناخذن وما نطرق. زين خلاص. والله زين انه سالم موافق انه يعرس. خبريهم باكر بنمشي نخطب له طشله. وين مشى؟ تعرف سالم يحب القنص. وين محنه؟ محنه تسوي الغداء. ايش رايك نسوي عرسهم في يوم واحده؟ وانا ذا الشيء اللي اباه، لو راشد بعده يعرس نسوي عرسهم 3 أيام في يوم واحده. انتي تحلمين يا ام سالم. لو راشد عرس ودر دوارته بين القبائل، لكن أهم شيء انقنع. أنا ودي أعرف أنت ليش دومك خايف على راشد؟ بنشدش البنت اللي ناويين نخطبها لسالم، نشدتوها عن رايها؟ آها البنية موافقة. زين عذرناش. احنا الحين ما نلقى راشد. العالم الله. انا مانع
نزلت فقك يا خميس، انا ضيف الشيخ ناصر. فين تبى يا مانع؟ عند راشد وربيعه. السره وياعد هين تبابن؟ السره اكل منه، والياعد سبحان الله يا نرقاد اتلحف به. اها زين، امشي هات لي علوم راشد واحذر من زعل. ان شاء الله ان شاء الله. راشد؟ نعم. تظن ايش بيسوي زعل؟ أنا ما طلعت من القبيلة إلا عشان مطلب زعل. وقف عندك شوي يا صغير، أنا مانع. حي الله مانع. حي الله راشد أخويه. حي الله بك. والله أنا كنت متملل وقلت أي عاد أترمس عندكم. حياك الله، تفضل استريح استريح. جزاك الله خير. حي الله مانع. زين يوم جيت أنا كنت أفكر أشتري شوية فضة لحرمة أخوي سالم. عندنا الزين يا راشد، والزين للمزيون بناجري قلايد فضة. ما شاء الله الزين. خلنا نشوف خلنا نشوف شوي. راوينا. تفضل يا راشد تفضل. راوينا نشوف. والله عندنا هذه دقة أبو صرف. ما شاء الله. وذي بكم؟ هذيك طويل العمر بعشرين. عشرين قرش؟ عشرين قرش. ما شاء الله، ممكن لك مغلي شوية. بنخليها 15 لك. 15 زين، وايش غيره؟ معنا هذيل بناجري. زينات الله زينات ما شاء الله. كم الله؟ هذا لا على خمسة. خمسة؟ زين واصل واصل. 15 وخمسة 20. طش طش، هات له 20 قرش. إن شاء الله. طمن يا راشد. الشيخ ناصر ما قصر. طرش خميس وعلي عشان يحمونك من زعل. ايش تقول؟ الشيخ ناصر مطرش حد يحميني؟ لانك ضيفه وايب عليه حمايتك. تفضل. احسنت، جزاك الله خير. يلا بسرع عنكم. حياك الله، حياك الله يا مانع، قدامك الرحمن. احسنت احسنت. سمعت يا صغير؟ الشيخ ناصر مطرش حد يحميني. تبى الصدق يا راشد، الشيخ عنده حق في ذي. عني ضرك شيء وانت ضيفه ويسود وجهه قدام القبائل. لكن ما بعايز عن حمايه نفسي. والنعم فيك و16 وانا عارفك من هلهي. لكني ما اشوف حد. ما ظنتي بيتراولني، لكن بيظلوا يشوفونه من بعيد لبعيد. أعرفك يا راشد، ما ترضى حد يحميك. ان شاء الله. ايش فيك؟ علي؟ ها؟ كان راشد وصغير جاي. هينو؟ الله جاي يصوبني. حقك قول حقك. تعال تعال تعال.
ايش في خاطركم؟ شهرت